موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على شوف تي في، أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند برناب مخيرجي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وعبر الملك محمد السادس في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لرئيس جمهورية الهند بموفور الصحة والسعادة وللشعب الهندي الصديق بالطراد التقدمي والازدهار. دوليا، أعلن مصدر عسكري أن مسلحين ملثمين استهدفوا اليوم الأحد حافلة لنقل أفراد القوات المسلحة المصرية وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر ذاته قوله إن الجنود الذين كانوا على متن حافلة، مشيرا إلى أن المهاجمين استعملوا في هذا العمل الإرهابي سيارة دفع رباعية. في الشأن الثقافي، أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن تنظيم الدورة 14 من هذه التظاهرة ما بين 5 و13 دجنبر 2014، والتي ستحتفي بالسينما اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن المهرجان منذ بداياته يشهد بريادة وقوة السينما اليابانية، وذلك من خلال انتقاء أفلام مشاركة في المسابقة، وكذا من خلال التكريم للعديد من روادها. وذكر بأن المهرجان سيستقبل في دورته المقبلة لجنة هامة مكونة من ممثلين ومخرجين ومنتجين، كما سيحتفي بثلة من رواد تاريخ السينما اليابانية من أمثال ياسوجيرو أوزو وكوريدا هيروكازو وغيرهم. رياضيا، فازت العداءة المغربية رقية المقيمة اليوم الأحد بنصف الماراثون الدولي لمراكش في دورته 25 المقامة بالمدينة الحمراء، وحلت البطلة المغربية في الصف الأول مسجلة توقيت 1:10:03، وكانت الدورة السابقة لنفس السباق من نصيب العداء الإثيوبية وغانيش ميكاشا، ولدى الرجال كان السباق من نصيب العداء الإثيوبي إدمو جي أدولا بتوقيت 1:01:26. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.